رجعنا من جديد. يعني احنا اليوم زي ما عم تشوفوا يمكن اللوحات اللي معروضه قدامنا فهي فقره فنيه بحته، ولكن هذا الفن وهي الموهبه تطورت مع الوقت. معنا ركان طرافحة، فنان تشكيلي وهو ايضا دكتور، فجمع ما بين الطب وما بين ايضا الرسم. نحكي لك صباح الخير واهلا وسهلا. صباح الورد، يسعد صباحك يا رب. اهلا وسهلا فيك ركان. ركان، بالبدايه نتحدث كيف بلشت بالرسم وكيف اخذت هذه الموهبه واصبحت شيء جميل جدا، ومش بس هيك بتدرس كمان. صحيح. هسه كيف بلشت؟ خلينا نحكي زي ما بيحكي بيكاسو انه كل طفل بينولد فنان، بس صح. المشكله كيف تكمل، انك تكمل فنان او لا. فاللي صار معي اني كملت يعني الحمد لله بفضل كمان دعم الاهل والناس اللي حوالي قدرت اكمل. ومع الوقت لما دخلت موضوع التطوع بعد هيك اضطريت اني اتعلم كيف انقل الشيء اللي انا بعرفه للناس اللي ما بيعرفوه، فتطورت عندي شغلة اني اقدر اعلم الناس، فحبيت اخليها تصير ايش؟ موهبة او عفوا مهنة، وتصير فيها يعني مصدر دخل، وتصير يعني ممكن تصير لقدام كارير كامل. نعم. هذا الشيء اكيد، لانه الواحد دائما اذا بيطور على الموهبه اللي عنده راح تتعدد وراح يصير محترف، وانت قدرت تعمل هذا الشيء. اليوم نتعرف على انواع الرسم اللي انت بترسم فيه، الرسم بالفحم بالالوان، يمكن انت راح تحكي لنا اكثر. الصوره هاي انا اللي هو فيها مشاعر شوي غضب اعتقد، بصير اشوفها بس لو سمحت. اليوم احنا بنتحدث عن الفحم. صح، الفحم بالضبط. خلينا نشوفها مع بعض. ايش بتفضل، رسم على الفحم اكثر؟ ايش اللي بلشت فيه؟ بلشت اول شيء بالرصاص وانتقلت شوي للفحم، يعني كانت خامه شوي فيها تحديات اكثر، بس بعد هيك حسيت انه خلص يعني وصلت لمرحله انه بتقدر تحكي ختمت، فزقت منها، فحبيت ابلش بشيء جديد اللي هو الالوان. وبرضه بس تعديت مرحله الواقعيه بالالوان، حبيت ادخل على شغلات اللي فيها تعبير اكثر من غير ما تكون فيها تفاصيل زياده، واقعيه زياده، يعني بتتحول لصوره بالاخر. فحاولت اخليها تصير فيها تعبير اكثر، فيها قصه اكثر، فيها حريه اكثر الي، انه يعني بدي ارجع للي كنت فيه زمان، انه العب بالالوان واطلع اللي بيطلع معي. حلو. نعم. انتقلت من انه انت تختار الرسم ان كان بالفحم او بالرصاص او بالالوان الى تدريس الطلبة أو تدريس الطلاب اللي حابين أو عندهم موهبة بالرسم، فبتحكي لنا عن هاي الخطوة أو هاي النقلة. هسا احنا انا من كم سنة، من 5 سنين يمكن، بلشت انا وزميل الي مشروع تطوعي. حلو. بمجال الفنون. فمن برامج المشروع التطوعي هات كان اللي هي فكرة نادي رسم مجاني بندرب فيه الناس على الرسم. فاضطريت انا انه اكون، بما اني الوحيد اللي كنت برسم وقتها، انه اضطريت اكون انا المدرب. حلو. وصرت اقرا كيف يعني ايش ممكن انا بعرف اعمله بس ما بعرف انقله، فصرت اقرا كيف أصيغ المعلومات اللي عندي، واكتشفت أنه هذا الإشي كمان ساعدني أنا أنه أعرف الأشياء اللي أنا بعرف أعملها. صح. بالضبط. فتحولت لموضوع أنه الطلاب عم بيستفيدوا، بيفهموا علي، بيتحولوا للرسامين، فحكيت خلص ليش ما تصير مهنة يعني. وصارت. قديل الواحد يعني هذه المراحل كلها وانك تطورت من الى واليوم صرت عم بتدرب برسم، قد ايه بتشوف انه الواحد اذا حط هدف ممكن يوصل له، واذا خصوصا كان عنده هذا الشغف وهذا الحب؟ ومش كل على فكره شخص عنده موهبه بيقدر انه يعلم الاخرين. صح. هي موهبه يعني لازم يكون عندك هاي السكيل، واعتقد انك وجدتها. صح. طبعا يعني فكره نقل المعلومه نفسها بدها مهاره اضافيه. نعم. على المهاره اللي عندك نفسها. يعني حاولت انا بعد ما قدرت أعلم الطلاب إنه أخليهم يستوعبوا فكرة إنه أنت جاي تتعلم. هاي أصعب إشي بالعملية التعليمية. صح. إنه ما يخاف ينحكم عليه، أو ما يخاف إنه أنا مش شاطر. أنت مش شاطر عشان هيك جاي تتعلم أصلاً، فاستوعب الفكرة هاي بس. مين. طب الرسم كيف ساعدك بالطب؟ كيف ساعدني بالطب؟ ما انتحرتش. لا الطب إشي كثير صعب، كثير جامد، ما فيه مساحة إنك تتزحزح يمين وشمال، ومضطر أنت كل كلمة بتحكيها تكون محسوبة عليك. طبعا. الرسم ما فيه هذا الحكي أبدا. فيعني خلاني أروح للجانب النفسي الإنساني تبعي أكثر. صح. أعبر عن حالي أكثر. نعم. ممكن لقدام تستخدم الرسم كعلاج للأطباء للمرضى؟ مش عارف، في يحبوا يرسموا ويلونوا ويفرغوا. صح. في هسه حتى في برنامج تدريسي صار اسمه العلاج بالفن. ما بعرف لحد الآن إيش مدى جدويته أو مدى يعني اعتماديته علميا، ما بعرف، ما طلعت عليه. بس ممكن. صح. نعم. ممكن. نعم. بس أكيد هاي شخصية أعطتك مساحة بإن
انه انت تعبر عن نفسك اكثر. نعرف قد ايه الطب هو مجال انساني وبحث وثابت ويعني بيحتاج لجمود احيانا. اليوم حتى الرسم بيساعد، اعتقد هو الطبيب الجيد لازم تكون اصابعه وحركه ايديه جيده صحيح عشان العمليات والدقه وغيره. انت ايضا وجدت هذا الشيء بالرسم، فهو شيء يجمع ما بين الطب بالضبط. والرسم. يعني حتى انا ميولي بالطب الميول الجراحيه اكثر، اللي فيها شغل بالايد، الشيء بتشوفه بعينك وبتشتغله بايدك، غير لما تكون ماسك معده يعني فرشاه بالضبط يعني. بس يعني بالاخر شيء تشتغله بايدك، بس معده بسيطه مش قلب على كل حال. في لدينا مجموعه لوحات موجودين، يعني في عندنا صوره خيل وعندنا صوره غصن شجر، فهذه اللوحات الكبيره بتاخذ وقت وجهد من حضرتك، بتفضل الرسم بالرصاص ام بالالوان كما اللوحتان الموجوده؟ لا انا حاليا صرت احب الالوان اكثر لانها صرت فيها حريه اكثر. أوكي. الرصاص شوي جامد يعني ما فيهوش روح ورجعه. انت عم تروح للاشياء المرنه، كل ما بتزيد كل مرنه عم تروح بالزبط. للحريه، خصوصا لما تتعلم شغله وتتقنها خلص بتزهق منها، بدك شيء تحدي جديد. بالضبط، تحدي جديد. يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق دائما. وبتفكر تعمل لقدام معرض مثلا؟ انت عم بتدرس الان بس قد ايه في هناك طموحات اخرى عم بتطلع؟ طبعا طبعا انا حاليا طالب بالمعهد معهد الفنون الجميلة اللي هو تابع لوزارة الثقافة عندنا بإربد. هو المعهد يعني أنا شايفه بالنسبة لي هو أكبر فرصة ممكن أتطور من خلاله، لأنه عدا عن أنه بيطورني أكاديميا، بالناحية الثانية بيجمعني بعلاقات كثير قوية بالمجال نفسه. فبالمعهد في عندنا مدربين فنون رسم موسيقى كل الآلات. فمن سنتين وجاي كثير انتقلت نقلة حتى على الجانب النفسي والعلاقات، انه كثير تطورت. فصار في مجال انه كل فتره بيحكوا معي مثلا ناس او جمعيه بدهم ملتقى او في عندنا ايفنتات ونشاطات. فالموضوع كثير بيساعد. نعم، كونك انت بتحب الالوان اكثر، عم نشوف الصوره اللي فيها الغصن والورود. احنا بنشوف الدقه اللي موجوده احيانا بالغصن تحديدا، انك انت عم ترسمها عم نشوفها يمكن احيانا ممكن تكون 3D، لانه الدقه بالفراغات بالتشكيله. هذا الشيء انت عاده تتخيله ولا بكون انت في بالك اصلا او صوره شايفها؟ كيف بتشتغل على الموضوع؟ قد ايه النفسيه لها دور؟ هاي الصوره مثلا اصعب مرحله كانت فيها اني اختار الصوره اللي ارسمها اصلا. فمجرد ما اخترت صوره كان في صوره غصن اصليه، حاولت اعدل عليها شوي، اشوف اغصان ثانيه اشجار ثانيه تخدم الشيء اللي انا بدي اعمله، تناسب الالوان اكثر اللي انا بدي اعملها بالخلفيه وبالازهار. فحاولت اجمع الاشياء من الاغصان الثانيه ومن الاشياء اللي انا بعرفها اصلا وادمجهم سوا. نعم حلو، والخيل حلو فعلا. شكرا. بتفضل اكثر المناظر الطبيعيه ولا رسم الوجوه البورتريه؟ لا بفضل الوجوه اكثر. في عندي يعني خبره فيه اكثر. بالضبط، لاحظت بالصوره الموجوده معنا امامنا. ركننا نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، ونتمنى لك كل التوفيق، ومن تميز لتميز وابداع. الله يخليك يا رب. وهيك نصيحه بتوجهها للشباب اللي عنده موهبه، ايش تحكي له؟ اهم شيء انه يطلع من العقليه اللي دخلنا فيها على المدارس والجامعات، انت مش فايت تتقيم ولا فايت ينحكى لك انت شاطر انت مش شاطر. اعمل اللي انت بتحبه واغلط وتعلم. بتعلم بناسبك، دائما بحكي كل واحد بالزبط. يعمل اللي بريحه. صح بالضبط. يعني حتى في ناس بياخذوها يعني جاي يتدرب رسم برا الجامعه وبرا المدرسه وبرضه بيتحدى حاله. لا خلاص انبسط. نعم انبسط، استمتع بالوقت. بالضبط. هذا بالضبط. شكرا لك ركان، يعطيك الف عافيه، بتمنى لك كل التوفيق يا رب. احنا يعني كافي بعد هاي الفقرات والتنوع اللي صار، ختمنا بفقرة فنية طبعاً. ومنشوف هذا التنوع اللي موجود بالحلقة. يا رب يكونوا مشاهدين استمتعوا أكيد. اليوم معنا واستفادوا بنفس الوقت، ونكون هيك كنا خفاف الطاف عليهم. إن شاء الله يا رب.